السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، بخير لاباس عليكم؟ صحيح لاباس. المهم بغيت نهضر معكم على واحد المساله اللي لاحظتها انا في لاحظتها مؤخرا. لقيت راسي انني ما لقيت بعض المرات ان الطيبوبه اللي كاينه فيا هي اللي كتخرج عليا في العلاقات ديالي الاجتماعيه مع الاخر. يعني هادشي لقيته في بزاف ديال الحوايج، ما عرفتش كيفاش نعبر على الفكره ديالي. مي لقيت بانني في واحد الديفو، يعني ملي كنكون كنهضر مع شي انسان غير كنرتاح ليه، كنبقى نعاود ليه كلشي، كنبقى نعاود المشاكل ديالي، كنعاود كلشي. ريزولتا داك الطرف الاخر ما كيبقاش يحترمك باسكو كيعرف لو بوين فيبل ديالك وكتولي داعير كبير. دونك من الافضل نصيحه نقول لكم، ما تطيحوش في نفس الخطا اللي كنطيح فيه. دونك عندك ان بروبليم بور توا، تو لو كارب بور توا، يعني عندك مشكل تخليه عندك، ما تعطيهش لبنادم، فهمتيني؟ حيت غادي يولي سلاح غادي تستعمل ضدك. وديك الطيبوبه بزاف راه خايبه بزاف، باسكو هي سبب المعاناه ديالي. والله هادشي اللي لاحظت، يعني خصني نخدم شويه على الشخصيه ديالي، باسكو ديك لا جونتيس ربما ما مش عادي فاش كنا كنتعاملوا في 1999 الثمانينات والتسعينات بصفه عامه، كانوا الناس شويه كانت فيهم طيبوبه. كنتي الا كنتي طيب كتجني الثمار ديال الطيبوبه ديالك. دابا ملي كتكون طيب مع الناس كلشي كيطلع لك في راسك على جميع الاصعده، بلا ما نبقى ندخل في التفاصيل شكون، يعني على الكل، سوا سوغ لو بلون بيرسونيل ولا سوغ لو بلون بروفيسيونيل. اي فو اتر جونتي داكور مي افيك دي ليميت، يعني ما تخليش بنادم يفوت الحد ديالو معاك في اي حاجه. المهم هادو حوايج اللي اكتشفتهم انا في الشخصيه ديالي، فريمون خصني نخدم على الشخصيه ديالي مزيان. على طيبه غنبقى نديروها ان شاء الله مع الناس طيبين. الناس اللي تيكونوا خايبين صافي كدير زعما في حدود، صافي باسطا، يعني طق طق خدمة تهضر في إطار الخدمة، في الدار تهضر في شي حوايج اللي هما ضروريين، طق طق ما تبقاش تبقى تعاود تبقى فهمتي. تبقى حنا مشكلتنا كنديرو الثقة بزاف، كنبقاو نعاودو في الآخر كنأديو الثمن غالي ديال ديك الثقة اللي كنبقاو نديرو في الناس. وديك لا جونتيس بزاف راه خايبة، راه سلاح قاتل والله، كتخرج علينا. الإنسان يجمع شوية راسو ويحضي راسو وصافي. وباغي إن شاء الله ندير لكم فيديوهات على، كنت بديت معكم في الموضوع ديال المرأة وما كملتوش لأسباب شخصية، ما كانت عندي الخاطر والكانة باش نهضر وندير فيديوهات. إن شاء الله ترجع ليا الخاطر، ترجع ليا الكانة، غنبقى ندير لكم دي فيديو صغيورين. نبقى صراحة كتونسوني، كنلقى التفاعل ديالكم كبير، كنلقى التعاليق ديالكم زويونة، تعاليق محفزة. والله العظيم كون هاد التعاليق والله لاحطيت شي فيديو. الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا وتهلاو ليا في راسكم، تحياتي. وما تنساوش العلاقات الاجتماعية، فهمتيني، ديال هذا الوقت خصنا نحيي راسو، ما يكونش تخو نايف، ما يكونش نيه بزاف يبقى يعاود كلشي وهذا ويبقى يضحك مع كلشي ويتشطلق مع كلشي، باسكو كاين الناس دابا ولاو كيصدمونا بزاف على جميع الاصعده. اللهم داكشي يكون في حدود، فهمتوني؟ تحياتي.